أعوذ بالله من عليكم السلام الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. نعم، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقواعد من النساء، قصد بذلك العجائز التي يئسن من المحيض. قال: والقواعد من النساء، هي واحدها قاعد، قيل ذلك لأنها قعدت عن الحيض وعن الولد، ومثلها أيضا قد لا يرجو نكاحا، فهي أسنت وعجزت وما استطاعت أن تتصرف أو تذهب وتجيء وتمشي كما كانت على الصغر. وأيضا قد يقال ذلك بأنها تصلي قاعدة، ما تستطيع أن تصلي قائمة فتصلي قاعدة، لقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهي عجزت عن التصرف والحركة، وهذه فيها دلالة أنها يعني لا تشتهى، يعني هذا كله فيه الإشارة إلى القرائن على أن هذه المرأة لما يسر الشرع عليها هذا التيسير دون التضييق الذي كان على الشابات، لأنها كما قلنا يعني لا تشتهى ولا ترغب هي في الزواج. قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال: فليس عليهن جناح أو جناح، يعني ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن. إذا وقفت الآية هنا حيرت الجميع، ما معنى يضعن ثيابهن؟ وهل تدخل مواضع الزينة في هذا أم لا؟ طبعا هو الآيات مفسرة، وقلنا دائما من السياق محكم ومفسر. قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هنا يقول الله جل وعلا: غير متبرجات بزينة يضعن ثيابهن. المقصود بذلك، وإن كانت عند الرجال، أن تضع الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، هذا المقصود بالثياب، وإلا فتبقى محتشمة، تبقى في ثيابها التي لا تفتن ولا تظهر منها عورة ولا تظهر منها جمالا ولا حتى شعرها. ولذلك قال: أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، والمعنى من غير أن يريدن بوضع الجلباب أن ترى منهن زينة، أو يتبرجن بإظهار محاسن مواطن المحاسن في المرأة. ما يجوز هذا بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يقال بأن الشرع يبيح لها
ذلك أن تظهر شعرا أو يدا أو ساقا أو نحرا. لا يجوز بحال الأحوال أن يفهم أحد من الآيات بهذا الباب. ولذلك كان هنا رفع التوهم، يعني لما قال الله جل في علاه ولا جناح إن يضعن ثيابهن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا وليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، لرفع التوهم أن يكون المقصود الثوب كل الثياب، بل أراد أن يبين ذلك حكما فقال غير متبرجات بزينة، يعني لا يظهرن الزينة الخفية لهن. تضع الجلباب، تضع الجلباب لأنها كبيرة ولا تشتهن، تضع أيضا قناع لكن تبقي الخمار الذي فوق الرأس تبقيه ولا تزل شيئا من جمالها. قال الله جل في علاه غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. شوفنا حتى لما قال بالرخصة قال والأكمل أن يستعففن، قال الله جل في علاه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بعدما بين ذلك تفصيلا وأنها لا تظهر من زينتها ومن محاسنها شيئا. ماذا قال؟ قال وأن يستعففن خير لهن، يعني أي ألا يضعن ثيابهن خير لهن. شوفوا انظروا هنا بعدما بين الرخصة وبين أن المرأة كبيرة السن التي لا تشتهى ولا تشتهي بأن ليس عليها شيء أن تضع جلبابها أو تضع ما كان على رأسها دون ما يغطي شعرها تظهر مفاتنها، قال غير متبرجات بزينة، ثم قال وأن يستعففن خير لهم، يعني الأولى والخير والأعظم أجر عند الله جل وعلا ألا يضعن ثيابهن وإن كان جائزا. فالمسألة هنا على إظهار الجواز لا على الأكمل، والأكمل ألا يفعل. قال وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هنا يأتي السؤال لما ختم هذه الآية باسمين عظيمين لله جل في علاه ويتكلم عن القواعد من النساء وعن وضع الزينة أو عدم إظهار الزينة ووضع أن يضعن ثيابهن، ثم قال والله سميع عليم. ما العلاقة بين ختم الآية وبين هذه الآية التي سبقت؟ نعم، أين الإجابة؟ ترهيبا لهن وتذكيرا أن الله سميع لأقوالهن مع الأجانب أي من بناتهن أرضهن ما شاء الله والختم لهن. ممتاز 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 يا سلفي، بوركت لا فض فوق. نعم هذا هو الصحيح. ففي المسألة كما قلنا إذا قال الله إن الله سميع عليم هذا إرعاب أيضا، حتى لا يتخطى الأمر في وضع الثياب إلى إظهار الزينة، حتى لا يتخطى الأمر بوضع الثياب إلى إظهار الزينة، فإن تخطى وتجاوز فإن الله يسمع ما تقولون ويرى ويعلم ما أنتم عليه. ففيه تهديد لذلك وأيضا فيه طمأنينة قلب بأنكم إن سارعتم فيما قال الله جل وعلا سواء وضعتم الثياب غير متبرجات بزينة سواء تعففتن فإن الله جل وعلا بكن عليم ولكم ولكن الأجر العظيم عند ربكن إن شاء الله تعالى. نعم هذا هو. قال والله سميع عليم. وقلنا دائما في القاعدة بأن الأسماء الحسنى كمال، فإذا انضم اسم إلى اسم آخر فهو كمال فوق كمال، وهذا يجعلك تفهم ما قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا أحسن الحديث كتابا ففيه حسن. قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه المسألة الحق أن العلماء اختلف فيها كثيرا في مسألة سبب النزول، يعني لما أتى بهذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لما أتى بها بعدما تكلم عن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن. العلماء قالوا سبب نزول هذه الآية كما نزل في قوله جل في علاه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتحرج المسلمون من مؤاكلة المرضى والزمنة والعمي والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال، والله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله جل في علاه عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب والمريض لا يستوفي الطعام. فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس لما تحرجوا أراد الله تعالى أن يرفع عنهم الحرج في هذا الباب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. سبب النزول الثاني أن الناس كانوا إذا خرجوا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح وضعوا مفاتيح البيوت عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا أمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن تكون أنفسهم بذلك طيبة. فنزلت الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا قاله سعيد المسيب، وهذا في تيسير على عباد الله جل في علاه. السبب الثالث في النزول أن العرجان والعميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم، فنزلت هذه الآية قاله سعيد بن جبير والضحاك. والرابع قال إن أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمون المريض والزمن ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأماتهم وبعض من سمى الله تعالى عز وجل، فكان أهل الزمانة يتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه. فنزلت هذه الآية ليس على الأعمى حرج وأيضا على الوالدين. والخامس أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزمانة المذكورين. وعلى هذا فالقول الأول في هذا الباب ليس هناك حرج من الأكل مع الأعمى والمريض، نعم، ولا الأعرج، وتكون هنا على بمعنى فيه. والحق أن هنا الآن لابد أن تفهم أن الشريعة الغراء جاءت بسعة الأحكام وأيضا جاءت بما يصلح العباد في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الأخوال الخمسة كلها قريبة وكلها لا تتعارض، إذن الأخذ بها صار لازما في هذا الباب. قلنا بأنهم كانوا يتحرجون من ذلك تورعا كما كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يعبدون الأصنام هناك نائلة وغير نائلة. فأنزل الله تعالى برفع الجناح ورفع الحرج على من طاف بالبيت. الغرض المقصود هنا لما تحرجوا وخشى كل واحد منهم أن يأكل أموال الأعمى والأعرج بالباطل لقول الله تعالى تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال هذا في الصحيح فكيف بالأعمى وفي غيره. وقد قلنا ونزل وقد قلنا بهذا الباب أنه ورع الصحابة ظاهر جدا لكن الشرع يحد والإنسان لا يتكلف، وإذا شدد المرء على نفسه شدد الله عليه. اليهود لما شددوا في السؤال عن البقرة شدد الله عليهم فوزنوها بوزنها ذهبا بسبب التشدد الذي كانوا فيه، ولو يسروا ليسر الله عليهم. عفوا، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وبالنسبة لمسألة المرض والجهاد، نعم هي نزلت فيهم أيضا لما جاء عمرو بن جموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال إن الله قد رخص لك الرخصة ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة، والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة، معناه أمره بأن يسمع لأولاده، ثم لما وجد الإصرار منه أمر أولاده ألا يعيقوه لعل الله يرزق الشهادة. وقد كان قال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ولا طبعا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وهذه فيها أنه إذا ملك المرء طعاما وأهداه لغيره يتملكه. قال أن تأكلوا من بيوتكم، قال العلماء في قوله هنا يعني فيها استغراب عندما قال ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، ولا على أنفسكم، وأي الحرج يكون على النفس أن يأكل المرء من بيته؟ قيل المقصود من بيوتكم من بيوت أولادكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقيل البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال غيرهم، فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزلة ونسب إليهم لأنهم سكانه. أن تأكلوا من بيوتكم أنها بيوتهم، والمراد الأكل من مال عيالهم
وأزواجهم، لأن بيت المرأة كالبيت الرجل. عثمان بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه زوجته كان لها مال وكانت لها أيتام، فقال لها: لا تخرجي الزكاة، الزكاة أنا أحق بها وأولادك في حجرك. فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فقال: أي زينب؟ فقالوا: زينب امرأة ابن مسعود. قال: أدخلها، لما كانت ابن مسعود. فسمع منها فقال لها: نعم لك في ذلك أجران، صلة الرحم والإنفاق والصدقة، أن تأكلوا من بيوتكم. وهذه فيها دلالة أيضا على الأولاد يبذلون الطعام للضيفان، وكذلك القرابة. قال: ولا على أنفسكم أن تكونوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت آبائكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت الآباء، وما زالوا يلزمهم النفقة إذا لم يجد المرء كفاية. قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم وما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه. طبعا هذه بيوت العمة والخالة والأب وإن على والإخوة، في هذه البيوت كلها يملكها أقرباؤه، وهذه فيها كما قلنا فيها أجران، أجر الصلاة وأجر الصدقة، وفيها أيضا تقوية أواصر المحبة، وفيها نشر الخير بينهم. قال: أو ما ملكتم مفاتحه. قال العلماء: ما ملكتم مفاتحهم، أي البيوت التي ليست لكم لكنكم وكلاء عليه، بأنه وكيل لا بأس أن يأكل اليسير، ومعنى قول ابن عباس وسعد بن جبير وأبو العلي: ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه وكيل عليها، لا بأس أن يأكل باليسير، هذا الوكيل. وهذا قاله ابن عباس. وأبو العلي قال: ملكتم مفاتحه. وقيل: بل الخادم الذي بيده المفاتيح. وقال أنس بن مالك وقتادة وابن عمر قال: أو ملكتم مفاتحه. قرأها قتادة وأنس: مفتاحه، على التوحيد، ولكن مفاتحه هنا على الجمع. وقيل: أو ما ملكتم مفاتحه، يعني بيوتكم التي مفاتحها بأيديكم، بيت الإنسان الذي يملكه. وهذا قول قتادة وهو قريب جدا. بيوت العبيد قاله الضحاك، قال: أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم. وهذه الآية نزلت في عمرو أو الحارث ابن عمرو، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا، وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهودا فقال: تحرشت أن أكل من طعامك بغير إذنك. فنزلت هذه الآية، وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا، يعني طعام الأخيار الأبرار يمكن أن تأكل دون أن تستأذن، لكن هنا ما دام صديقا وتعلم أنه يرضى بما تفعل ما كان لك أن تترك العطية منه. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، وهذه أيضا كانت ردا عليهم في بعض ما كانوا يتمنون في الجاهلية، أن حيا من بني كنانة يقال لهم بنو ليث، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الروحاء، فنزل هذه الآية وقاله قتادة، يعني هو كان يتحرج أن يأكل وحيدا فريدا، وكان يتمنى أن يأتي جماعة فيأكلون معه، فيحرم على نفسه الطعام حتى يأتي جماعة يأكلون معه. فنزلت هذه مبينة في هذا الباب أنه يعني ليس هناك حرج في ذلك، أن قوما من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ولذلك أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهله أن يضيفوا الضيفان، يعني يجلسون يعني تعبا وإكراما وجودا وإقداما أو تقديما للطعام، فلما لم يأكلوا حتى جاء أبو بكر سب وجد عبده لما لم يفعل معه ما أمر، لكن كان الأمر منهم وليس منهم. ثالثا: أن المسلمين كانوا يتحرجون من مؤاكلة أهل الضر خوفا من أن يستأثروا عليهم، ومن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في مأكلهم وزيادة بعضهم على بعض، فوسع عليهم وقال: ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني أنت الآن متحرج أن تأكل مع الكبير مثلا، مع صاحب الفضل عليك، وتخشى أيضا من أن تزل زلة أمامه، أو أنك
تريد أن تأكل منفردا، لما تأكل مع الجماعة ترى في نفسك بعض الغضاضة فتأكل لوحدك، تأكل لنفسك. هنا الآيات جاءت ميسرة على عباد الله جل في علاه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والمعنى هنا ليس عليكم أي جناح أن يأكل المرء وحده وإن أثر ذلك وترك الجماعة، وإن كان الأعظم والأفضل هو أن يأكل مع الجماعة، لأن الله تعالى مع الجماعة ويد الله مع الجماعة، والجماعة فيها الإخلاص ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق الكتاب بلا تأويل ولا تحريف. من أكل وحده فله ذلك، لكن ليس له مزيات من أكل مع الجماعة. قال: فإذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فسلموا على أهلها. نعم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. فإذا دخلتم بيوتا أي بيوت أنفسكم فسلموا على أهلكم وعيالكم. قاله طاووس وقتادة. الثاني: إذا دخلتم المسجد، لأن المساجد هي بيوت الله وأعظم عمارة عمارة مساجد الله جل في علاه، فسلموا على من فيها. قال ابن عباس: وقيل بيوت الغير إذا دخلتم فيها فسلموا. إذن عندنا أمور ثلاثة. إذن في قوله فإذا دخلتم بيوتا يقصد بذلك بيوت أنفسكم، فسلموا على من في الدار. والسنة أيضا إذا لم يجد أحدا فيها أن يسلم، وفيها أيضا أن يصلي ركعتين، وهذه الصلاة كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكانا أو خرج منه. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أخذوا الناس على أنفسهم إذا دخلوا على بيوت أنفسهم يقولون السلام علينا، وهذا سلام على أنفسهم. والحق أن الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم، على عيالكم، على أهليكم، على أهليكم، على بناتكم، على زوجاتكم، فسلموا على من في البيت منكم، فسلموا على أنفسكم. جعل المسلم مكان المسلم، وهذه وردت كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تأكلوا إخوانكم فهم ينزلون منزلة النفس، ولا تقتلوا أنفسكم. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا، البيوت إما هي المساجد وإما البيوتات الحقيقية للإنسان. نعم، فإذا دخلتم بيوتا أو بيوت أنفسكم يعني فسلموا على أنفسكم على أهليكم. وهذه كما قلنا لفتة إيمانية عظيمة جدا، أن تعلم أنك ينزل المسلم منزلتك، وأن أهلك ينزلون أيضا منك نفس المنزلة. قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. قال في الحكم: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية، على النصب، تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله يعني سلموا على أنفسكم تحية من عند الله جل في علاه مباركة بالأجر طيبة حسنة. إذا سلمتم على من في البيت، هذا السلام ينشر المحبة والوئام والأنس والملاطفة، ويقوي أواصر المحبة وتآلف القلوب. وإن كنت وحدك، إذا دخلت البيت وتعرف أنه ما في أحد في البيت إلا أنت، فلك أن تفتح وتقول السلام عليكم، وتسلم على نفسك في هذا الباب. المهم أن السلام هذا مطردة للشياطين، لأن فيه ذكر الله، والله تعالى هو السلام، فالاسم واسم الله جل في علاه، ففيه مطردة للشياطين. كما قلنا بأنه شوف اسم السلام، لأنه اسم الأسماء الله جل في علاه تقوى به أواصر المحبة، تتآلف القلوب، تأتنس، أيضا هي مطردة للشيطان، فهي مطردة للشيطان. قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. رجعنا مرة ثانية إلى أن قال كذلك يبين الله لكم الآيات، ففيها التبيين والبيان، وهذا البيان كما قلنا يدل على السنة وحي كما أن القرآن وحي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فتح الله لكم أبواب السماء فعلمتم من آيات الله جل في علاه وتعلمتم من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعليكم الشكر. قال الله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يوضح لكم ويكشف لكم الغوامض ويجلي لكم المسائل، ويقيد مطلقا أو يخصص عاما أو ينشئ سنة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لكم. الغرض المقصود
بأنه هنا في قول الله تعالى يبين الله لكم الآيات أن يجعل هذه الآيات ظاهرة قاهرة أن تأخذوا بها هداية لله لنا في علاء. وهذه أيضا فيها عدم الأخذ بالجهل، العذر بالجهل وارد في هذا الباب بقوة. قال كذلك يبين الله كذلك ما دار من هذه الأحكام السابقة من أنه رفع الحرج والجناح عن الأعمى والأعرج والمريض، وأيضا التأدب بأداب الاستئذان في البيوت وبيوت الآباء وبيوت الأمهات وبيوت الأجداد وبيوت الأخوات، فهذه كلها من الأداب، من جملة الأداب الذي أدب الله به عباده في هذه السورة الكريمة. وختم قال كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون، لعلكم توحدون، ولعلكم تعلمون بأنه ما من شيء إلا في يد الله جل وعلا، ما من شيء إلا عند الله جل وعلا، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، وما من شيء أيضا إلا بيد الله، خزائن السماوات والأرض، هداية القلوب، الأداب التي يتأدبها المرء فيؤجر عند ربه جل وعلا مقبولا غير مردود، وأن الله تعالى يزيده حكمة وعلما إذا تأدب بمثل هذه الأداب. وأيضا إذا تمسك بها قال الله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، وأنكم إذا عقلتم وأخذتم بهذه الآيات فتمرستم بها وطبقتم هذه الآيات عملا بين الناس ونشرتم الدعوة بين الناس لكم ما لكم من جزيل الثواب والخير عند رب السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. قال تحية من عند الله مسلمة، تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كم الشرعية تأتي في هذا الفوائد المستنبطة؟ تفاضل الأعمال دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، تفاضل الأعمال دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، تفاضل الأعمال يدل على ذلك. قال وأن يستعففن خير لهن، أعمال بالرخصة، رفع التوهم طبعا، وقال يضعن ثيابهن رفع التوهم غير متبرجات بزينة، ديننا دين اليسر، الشريعة الغراء قال ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج.